السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبائي في الله، إن شاء الله هتحدث معكم وأفسر تفسير رؤية الولادة في المنام. رؤية الولادة: من رأى في المنام إن زوجته ولدت ذكرا ولم تكن حاملا فأنه ينال كنوزا كثيرة وينال خيرا من عند الله، وإن رأت الحامل إنها ولدت ذكرا فإنها تضع أنثى، والبنت في التأويل فرح وفرج، والابن هم. ولد، فمن رأى في المنام انه فمن رأى في المنام انه ولد له جملة اولاد دلت رؤيته على الهم، لان كثرة الاطفال هم. ومن رأى انه ولد له ولدا صغير فانه ينال زيادة في دنياه، ومن رأى ان له ولدا بالغا فهو عزة وقوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الاشتراك في قناتي، قناة أم الصابرين لتفسير الأحلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أعلى وأعلم.